وبنهاية صباحنا لليوم نسمع مقولة كتير مهمة بحياتنا بتقول والأذن تعشق قبل العين أحيانا. كتير أحيانا بلفتنا أصوات إن كان على الإذاعة إن كان على وسائل الإعلام من دون ما نشوف الشخص يلي عم يحكي، بلحظة بنطلع أنه هذا الصوت لهذا الشخص قديه بيمرق بحياتنا. هيك أصوات جدا مهمة يعني تماما وبتضل عالقة بأذهاننا لحتى نكبر. يعني اليوم رح نحكي أكثر عن التعليق الصوتي واستخداماته وأساسيات التعليق الصوتي وأيضا المهارات اللي لازم يمتلكها المعلق الصوتي. أكيد كثير من المهارات الواجب امتلاكها للمعلق الصوتي لحتى فعلا يوصل لقلوبنا ولعقولنا. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا السيد صالح اللحام معلق صوتي. يسعد صباحك صباح الخير أستاذ صالح. الأذن تعشق قبل العين أحيانا، وأكثر الحالات عم تكون أنه من الصوت عم يصير حالات تعلق. اليوم هاي القصة إجت مهارات. قبل ما نحكي عن المهارات نحكي شوي عنها بعدين منروح هيك لنسمع تعليق بصوتك. شو اليوم أهم المهارات المفروض يمتلكها المعلق الصوتي؟ الحقيقة أهم المهارات اللي يجب أن يمتلكها المعلق الصوتي، نعم، أنا ذكرت سابقا أنه هي على رأس الهرم اللغة، نعم، بعدين الأداء بعدين الإحساس فبيعطي صوت. طبعا في مقومات تانية أساسية اللي هي الخامة الصوتية. بعض الشركات تتطلب الخامة الصوتية وبعض الشركات لا تتطلب الخامة الصوتية. شو تتطلب؟ الأداء والإحساس واللغة، نعم، مشان يعطي صوت، لأنه من دون الأداء والإحساس لا يعطي صوت. فأنا إذا معك صالح اللحام ما عندي أداء وما عندي إحساس ما راح يعطيني صوت وما راح يعطيني الأذن تستمع مضبوط يعني المعلق الصوتي. فقلنا الخامة الصوتية ممكن تكون موجودة أو ممكن ما تكون موجودة. عندنا كمان المقومات الأساسية اللي هي تكون المعدات الصوتية، في عندنا المهارات الشخصية اللي هي التركيز سرعة البديهة، في كتير تفاصيل. في عندنا كمان تفاصيل تانية اللي هي العلاقة بالأداء. ذكرنا عن الأداء، طبعا الأداء يختلف من فيلم وثائقي لفيلم تاني أو من دراما لشيء تاني. بالأفلام الوثائقية الأداء الوثائقي يختلف عن الأداء الديني، الأداء طبعاً السياسي كل شيء شيء. طبعا كل شيء بده شيء طبعا. واليوم هذا الشيء بدنا نسمعه من حضرتك طبعاً. قديش هيك نحن اليوم تواقين لنشوف اليوم هل قادر تأثر فينا؟ قلت أنت الإحساس والأداء واللغة. خلونا نشوف اليوم ضيفنا وكم من قبور تبنى. تفضل أستاذ. يلا يا رب. وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علامات الدنيا تتقلب ولا تبقى، يا طالب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارات الأقدار. دار متى ما أضحكت من يومها أبكت غدا تبا لها من داري. من أنواع التعليق الصوتي والنوع اللي كنت عم تلقي حضرتك هذا النوع التعليق الصوتي، هذا النص الديني يعتبر أو الشاري، خلينا نقول أنا بعتبره شاري ديني لأنه هو خلينا نقول صوفي حتى أساسا يتحدث عن القبور وشو هي، يعني أنه البني آدم شو هدفه بها الحياة، يبني حياته قبل ما تنتهي حياته، يعني يبني داره اللي هو قبره قبل ما تنتهي حياته. فهذا النص هو نص ديني، نعم، على نص شعري يعني يعتبر. اي فهيك يعني. طيب اليوم وقت اللي بنحكي عن التعليق الصوتي هو مو بس اذن وعشق طبعا. هو اليوم خلينا نقول باب رزق وجواز سفر لحضرتك أكيد. ضمن شركات ضمن اعلانات ضمن تسويق بشكل عام. قد ايه اليوم مهم هذا التعليق الصوتي او ادائك ضمن سوق العمل؟ هلا في نحن بالنسبه للتعليق الصوتي يعتمد على الصوت اكيد، لانه انا اذا بدي اسوق نفسي اولا بسوق نفسي عن طريق الصوت وعن طريق لغة الجسد وعن طريق الكلام. فهدول ثلاث قواعد أساسية. إذا الواحد يتبنى أي شركة يتبنى هذا الشخص فالصوت يعتمد على الأساس. أنا بعتمد يعني الصوت عندي هو الأساس بالنسبة للتسويق، لأنه إذا إجاك أي براند عالمي بدك تسجلي فأنت بتسجلي بصوتك، فأنت وقتها هم بتروجي نفسك أكثر عن طريق الصوت. تمام. خلينا نحكي عن الاختلاف بالأداء والإلقاء الصوتي واستخدام الطبقة المناسبة حسب المادة اليوم، إن كان وثائقي أو كرتون أو شعر. تمام. هلا بالنسبة خلينا نبلش من ناحية الكرتون. الكرتون يتطلب تمثيل وأداء.
وبعض الحين يتطلب لغه طبعا. التمثيل بالاصوات يعني ناخذ طبقه مختلفه عن الطبقه الثانيه، يعني الكرتون احنا اذا بنتذكر مسلسل تبع هذا الشخص اللي بيكون بالبريه، فشخص مثل شاريخان فغير نبره صوته اجمالا وغير النبره الاساسيه تبعت صوته، فهذا هو التمثيل بالاداء الصوتي. الكرتون طبعا مجهد جدا التمثيل الصوتي، ان كان بالكرتون وان كان بالانمي وان كان باي مجال. بالوثائقي الواحد بده يكون مثل قطمصور السياره، يعرف كيف وين التوكيدات الاساسيه بالكلمات او الكلمات المفتاحيه، يعرف في كثير تفاصيل، يعرف كمان امتى يطلع وينزل بالصوت، امتى ياكد على هذا الخبر او على هذا التاريخ. عام 2018 حدثت كارثه لنفترض، يعني هذا التفاصيل. الاداء الديني بده خشوع لرب العالمين اكثر، بده احساس اكثر طبعا، احساس 100% يكون احساس 1000 مثل ما بيقولوا يعني. لانه الاحساس هو بيلعب كثير دور. لازم انا تبكي الشخص اللي امامك يعني بالالقاء الديني يفترض. هلا في مثال انا مره طرحته على الفيس نشرته، في احد يعني قرايبنا توفيت، فانا نشرت رثاء الى بصوتي، بس اظهرت البحه كلها انه انا فعلا حزين على فراق هذا الشخص. نعم. فالاحساس لعب دور كثير كبير انه انا عايش بالجو، عايش مع الشخص اللي راح لرب العالمين، ووصلت هذا الاحساس، وصلت هذا الشعور والاحساس تبعي بصوتي طبعا. طيب خلينا نرجع لصوتك ولإلقائك، ونروح أيضا لإلقاء مهدى لروح سماحة السيد، نعطيه شوية إيكو شباب لو سمحتوا. على المايك لو طبعاً. سمحت طبعا. هي إهداء لسماحة الشيخ حسن نصر الله، الله يرحمه طبعا. لقد كنت دائما قائدا عظيما ومثالا يحتذى به بالشجاعة والإقدام. نم في روضك هانئا مطمئنا، رحمة الله عليك أيها القائد الشهيد. ويقوم الوطن لينحني إجلالا لأرواح أبطاله، وتغيب الشمس خجلا من تلك الشموس. وداعا يا من كنت سندا لنا حين خان الجميع، ويا من كنت مقاوما شجاعا مدافعا عن فلسطين وسوريا. وداعا سماحة الشيخ حسن نصر الله. الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء. استاذ اليوم التدريبات اللي بتساعد على تطوير الصوت، اليوم الشخص اللي بده يتدرب على مهارات او يصير معلق صوتي، اليوم كثير من التدريبات لازم يبلش فيها من الصفر طبعاً. خلينا نحكي شوي عن هي التدريبات. هلا قصالح على التدريبات اللي اتبعتها، هي اول تدريب هو النطق السليم. يعني اقرا مثلا تفاصيل كثير بسرعه طويله او سرعه قويه، وارجع اقرا بطريقه بطيئه مع ضبط لغوي سليم. ليه؟ مشان احرك كل مخارج الحروف 100%. أما بالنسبة في تدريب كتير طويلة، في عنا تمارين القلم بالنسبة لعضلة اللسان، في عنا تمارين التنفس بالنسبة لتوزيع النفس، بالنسبة للرئتين، في عنا تمارين كمان لحجاب الحاجز اللي بيفصل المعدة عن الرئتين. فهي كتير تمارين مهمة للمعلق الصوتي. في أنا أهم تمارين اتبعتهم بصراحة اللي هو تمرين القلم وتمرين النطق السليم بسرعة وببطء، والتمرين الأخير اللي هو تمرين النفس عن طريق شليمونة بكاسة المي. نحن نتعلمهم منك طبعاً. اليوم يعني طبعاً. اليوم مو كل إعلامي قادر أنه يكون عنده إلقاء صوتي أكيد. جميل يعني اليوم الظهور الإعلامي لا يعني الإلقاء الجيد أو اللغة أكيد. الصحيحة يعني. فاليوم أنت مو بس ممتلك لمهارات، أنت بحاجة للاستمرارية الدائمة صحيح. بالتدريب. يمكن بظرف ما إذا قطعت هذا التدريب بتحس حالك أنك تراجعت أكيد. يعني أكيد. اليوم شو عيبك بتشعر بموضوع الإلقاء أو شو هي نقاط ضعفك؟ هلا بصراحة نقاط ضعفي الأساسية هي اللغة. بعض الأحيان بوقع بفخ اللغة أو فخ المونوتون التلحين. نعم. يعني مثلا أنا وثائقي، أنا جيت وثائقي، بحب الوثائقي ومتبني الوثائقي كتير. بس رحت لإطار الدراما لميت مشهد دراما لتخطيت حاجز المونوتون التلحين. لأنه الدراما إجمالا هي ما بدها تلحين، بدها بس كشخص أنا عم بحكي. حدا دربك كان تدريبك ذاتي؟ أحيانا يكون تدريب ذاتي بسمع 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 بدرب نفسي. الاستماع يعني. جزء كتير كبير من التدريب إن كان وثائقي وإن كان دراما. بس الدراما إجمالا بدأ تدريب حدا يكون مختص يعني على رأس العمل عم بيتبعك لك ألف ياء.
نعم. لأنه الدراما كثير صعبة كتمثيل، كانتباعات، كمشاعر، كأحاسيس، هذا مات، هذا وقع، هذا كذا إلى آخره، فتتطلب تدريب كثير كبير. تمام، هل تختلف اليوم أساسيات التدريب على التعليق الصوتي من مدرب لآخر من حيث استخدام الأدوات؟ هلا أكيد طبعا، كل مدرب يتبع نمط معين من التدريب. في أشخاص بعض الأحيان يعني بتروح التدريب كله، خلاص أنه إلقاء نقطة انتهى، سمعني صوتك هيك الإلقاء كذا خالص. بس في بعض الأشخاص لا، يتبعوا التدريب من ألف إلى ياء، إن كان بالنفس إن كان بالمخرج. في تمرين القلم شو رأيك؟ تمرين القلم ممتاز جدا لعضلة اللسان في حال عنده شخص خلل ببعض الحروف، فهو تمرين القلم إجا لحتى يعيق اللسان ويعرف يتحرك مظبوط اللسان ويقوي عضلة اللسان أكثر. طيب، من بعد ما سمعنا منك صالح لسماحة الشهيد حسن نصر الله، بدنا نرجع نسمع شيء من حضرتك، النهوض من بين الركام، هي كتابتك؟ هي كتابتي. يعني دائما حضرتك أنت بتكتب اللي بتقوله، أو طبعاً. ممكن اليوم يعجبك نص لأحد الشعراء الأدباء تحب أنك طبعاً. طيب، نحن رح ناخذ صوتك، بس نبعد شوي المايك عن عنك لو سمحت. تفضلوا. تحت الأرض حيث يبدو كل شيء قد انتهى، تبدأ الحكاية. يغوص في الظلام لكنه لم يهزم، ببطء تتحرك الأنفاس، يتحرر من التراب الذي غطى روحه، وينفض الغبار عن جسده. هنا في اللحظة التي يظن الجميع أنه انتهى، ينهض أقوى أشد وأكثر استعدادا. كل حبة تراب هي درس، كل عثرة هي خطوة نحو القمة. الطريق لا ينتهي بالسقوط، بل يبدأ بالنهوض. اسلام هالتم، يعني اليوم الإلقاء مثل ما أنه جواز سفر بيعبر أحاسيسنا وعقولنا وأحاسيسنا يا ليلى. نحن الوقت عم يداهمنا صلاح، ولكن نحن ما فينا صالح، ما فينا ما نختم معك إلا بشيء للمقاومة بصوتك، حيكون ختام لقائنا معك لو سمحت. يعني طبعا هي من كلماتي، أي أكيد من كلماتي. هي فلسطين ولبنان وبلدي سوريا ليست مجرد قطعة أرض، إنها مأساة تكتب بأحرف الصمود والأمل. قلوب الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين تنبض بروح المقاومة، وأرضهم تحمل آثار التاريخ والصمود. عندما أتكلم عن فلسطين وسوريا ولبنان، فأنا أتكلم عن عالم، عن دنيا، عن جنة، عن وطن جميل، وعن حب لا يموت أبدا. فلسطين وسوريا ولبنان تعلمنا أن الحلم لا يمكن أن يحال إلى التسوية، إنما يتجسد من خلال التحدي والصمود، وحتما لن يصبح سارق المكان مالكا له مهما فعل. هذا الحلم رح يتحقق بإذن الله بالنصر. بنشكر حضورك لليوم، بنشكر لهالصوت الجميل وللأحاسيس اللي وصلتنا من خلال حضرتك. بنتمنى لك هيك مستقبل جميل، ومن حضرتك ومن شخصيات كثير نحن بنتعلم كإعلاميين لليوم. شكرا لك. اكيد بدنا نتشكرك، نتمنى لك التوفيق بمسيرتك.